شرفتنا السيدة الرئيسة الوطنية بالزيارة هذه إلى ولاية قسنطينة إلى المكتب الولائي للهلال الأحمر، وين صارت بيناتنا اون ديسكوسيون نوتامون فيما يخص النشاطات وال لي ديفيرونت ستركتور تاع المكتب الولائي لقسنطينة. وبعد ذلك قمنا بزيارة لي ديفيرون سيت لي جاردان دونفون لو سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل تاع لي سورد ميوات كي هي لونيك ان الجيري هو الوحيد. زرنا كذلك لو سونتر دو فورماسيون دو سكوريزم كي ان انسيان لي كان سابقا لو سونتر تاع داباريياج تاع لي فيكتيم تاع لي مين انتي بيرسونيل، هو ينشط منذ 1962. ولي ستركتور تاعنا يعني على العموم من الستينات وهما ينشطوا. والسيده الرئيسه جابت لنا يعني اضافات جديده فيما يخص الكراش، هي المعاهده مع لا فيدراسيون ناسيونال دي زوتيست، وين رايحين نبدلوا الاتجاه تاع لي جاردان دونفون تاعنا باه يعودوا يستقبلوا في المستقبل لي زوتيست. وهذا يكون ديجا مشكل كبير كبير في الجزائر، وحتى الان ما لقاولوش علاج. احنا رانا رايحين نمدوا يد المساعده ونقدموا الشيء اللي بين يدينا باش نحلوا هذا المشكل العويص. اولا مرحبا برئيسه الهلال الاحمر الجزائري السيده ابتسام حملاوي والوفد المرافق لها القسنطينه، تشرفنا بهذه الزياره ومهمه كذلك لبلديه قسنطينه. رافقناها خلال زيارتها المرافق انا والسيده اسماء بوتشيش رئيسه لجنه الشؤون الاجتماعيه، رافقناها زياره تفقديه مع السيد الرئيس الهلال الاحمر في قسنطينه، رافقناها زياره للمرافق نتاع الهلال الاحمر في قسنطينه، ومهمه الهلال الاحمر كمنظمه مهمه جدا وهي من اعرق الجمعيات والمنظمات في الجزائر، وعلى عاتقها كثير من التحديات فيما يخص كثير من الاشياء اللي تشمل الرعايه، اللي تشمل المساعده، اللي تشمل الاسعافات الى اخره. وهذا دور ليس فقط دور الهلال الاحمر ولكن دور كل المؤسسات نتاع الدوله، ودور ثاني المواطن في كيفيه المساعده، في كيفيه الظهور، في كيفيه المشاركه في النشاطات الهلال الاحمر الجزائري مع رئيس الفيدرالية، رئيس الهلال الاحمر اللجنة في الولائيه في قسنطينه، مع رئيس اللجنه ثاني راح يكون عندنا اجتماعات ولقاءات باش نقدروا كيفيه العمل سويا باش اللجنه الولائيه تكون ناجحه في تدخلاتها وفي التظاهرات اللي تقام في قسنطينه. جزائر تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.